لو قلتلك إن حبيتك غريبة، صدقيني أنا عينة. أول ما شفتك دخلت قلبي، لأن حسيت إنك ست مختلفة، شكل تاني، طريقة تانية. كان عندي استعداد إن أعمل أي حاجة وتبقي معايا على طول. أنا عيمة، أنا دخلت ابنك مدرسة مش أي حد يقدر يدخلها. أنا وصيت عليه، وعندي استعداد كمان إن أعتبره ابني بالظبط. كل ده علشان خاطرك أنا عيمة. بأمارة إيه بقى؟ بأمارة ما بعتلي الواد الصايع اللي اسمه صوفي يبلغني إن أنت عاوزني؟ بأمارة اللي أنت عملته فيا واللي لسه بتعمله؟ غبي، اتصرفت معاكي بطريقة غلط، بس صدقيني أنا بحبك. حبيتك إزاي؟ معرفش. وبعدين بقى، أنا عمري في حياتي ما كنت أبقى عايز حاجة وحد يقدر يقول لي لأ، والحاجة اللي عايزها تجيني لحد عندي. ولا يمكن يبقى في حاجة في الدنيا ما أقدرش أطولها. عشان كده أنت بالنسبة لي كنت حاجة تانية، حاجة مختلفة. أنا عايزك تصدقي، اوعي تقولي إنك مش مصدقة اللي أنا بقوله أو مش واصل لك إحساسي. صدقيني أنا عينة. يعني أنت عايز تقول إن مفيش حد زيي؟ عمرك ما شفت واحدة حلوة زيي ولا حد أحلى مني في الدنيا دي؟ لا شفت ولا هشوف. بقولك إيه، الكلام ده الرجالة بتقوله عشان تضحك بيه على الستات. أنا بقى الكلام الحلو ده ما بيدخلش نافوخي ولا ياكل معايا. طب إيه اللي يخليكي تصدقي إن نعيمة خطفت قلبي؟ إن أنا ما اخافش منك، إن أنا عايش معاك وأنا مصدقاك، إن ما عايش معاك وأنا حاسة إن أنت بتهددني. أقدر أدخل وأخرج وأنا مرتاحة، مش حاسة إن في حد بيراقبني. فهمت ولا فهمك تاني؟ جابر مش مطمن وعجلة هيشد. هكون راحت فين يعني؟ إلى عمتي للقلب الحنين والقلب الطيب. فوزية ايه؟ خير في ايه؟ هسوق عليك البلد كلها عشان تيجي. بس انا كنت فين؟ كنت عند سامية. عمتي كلمتك؟ لا. ليه خير؟ في ايه اللي حصل؟ طلعت من الصعب، محدش عارف لها طريق. يعني ايه؟ والواد فين؟ بقول لك كانت راحت تزور جبر عبد الله وما جاتش. انت عارف ممكن تلاقيها فين؟ في البيت الكبير، ما هي كانت عايزه تبنيه. هو انت تفتكر يعني ان انا ما دورتش فيه؟ ما سبتش حته ما دورتش فيها. تكونش عند شمس في بيت ست جبريه؟ يا راجل بقول لك ما سبتش حته ما دورتش فيها. من راحت فين بس؟ احنا لفينا انا والرجاله البلد كلها عشان ست فوزيه ما لقيناهاش. طب روح انت يلا. ده حسن، اكيد عند حسن حبيب قلبها. تصدق انت اول مره تفكر صح. انا هاجي معاك. تعالى يا زينب يلا. جيب العواقب سليمه يا رب. زينات حبيبتي وبنت حبيبتي، عايزاكي والله. اول ما مكالمتك جت قلبي كان هيوقف وحسيت ان روحي راحت. هتعملي اللي قلت لك عليه؟ لا ما اقدرش، ده حسن يموتني. ولو حصل لك حاجه الست ريم تدفن بالحياه. هتعملي اللي قلت لك عليه؟ اذا كان ولا بد هعمله، بس الدكتور اللي هيعمل ده بياخد كتير. وما تنسيش انا كمان ليا حسنتي. اللي انت عايزاه، المهم اخلص مني. انا مش عايزه حاجه تربطني ببيت عبد الحكيم ده. يلا بينا دلوقتي. يلا، خير البر عاجله. يلا يا قلب زنات من جوه. اللي جات له خبله دي. عمتي فوزي عندك؟ لا. في ايه؟ عمتي خرجت من الصبح وما جاتش، وكلمناها تليفونها ما بتردش عليه، واحنا دورنا عليها كلنا مش لاقيينها خالص يا حسن. كل واحد فين دي؟ مش تقول لي اتفضل ولا ايه؟ اتفضل فين يالا يا وكاله من غير بغض؟ لا هي وكاله بصراحه، واحلى وكاله في الدنيا. المدام فين بقى؟ اطلع بره يالا، وإياك أشوفك في البلد دي تاني، أنت فاهم؟ يا عم في إيه؟ أنا بسأل عن حد غريب، أنا بسأل عن مراتي. مراتك؟ آه. مراتك؟ مراتك منين؟ ما خلصنا وخلص اللي عندنا، روح ارمي بالك على حد تاني يا ناقص. الله يسامحك يا ستي. عموما لما البلد كلها تعرف إنك مرات الاتنين هيعرفوا مين اللي ناقص. ولا إيه يا جوز مفيدة؟ ولا إيه في إيه بس؟ أنت زعلت على جوز مفيدة؟ طب ما أنا كمان جوز مفيدة. انت عملتها ازاي دي يا بنت؟ ولا انا هحش رقبتك هنا يالا يا عم. وتحش رقبتي ليه بس؟ ما تحش رقبتها هي، مش هي اللي ركبتك وضحكت عليك واستغفلتك؟ لا واستغفلتنا انا كمان عشان ابقى حقاني معاك. صدق وتأمن بالله فتحي انا مغفل، والله العظيم مغفل. ما هو لما مراتي تتجوز عليا ابقى انا ايه؟ مغفل ولا يا ست العرايس؟ هو انت مش طلقتها؟ ما حصلش. لا حصل. معاكي دليل يثبت كده؟ مفيش. بص بقى يا عم فتحي، صلي على النبي من غير شوشره وفضايح كده، هستأذنك في طلب صغير قد كده. عايز مراتي ممكن؟ يا بنت الحرام والله ما حصل، ده كذاب. انا هو انت هو الورق ما بيننا. على فكره البت دي لها بينا كلنا يا فتحي. على فكره مفيد انا مش هسيبك، بتحط راسك في التين يا بنت. ده ناقص هو وامه. البت دي بنت حرام والشيطان بيتكسف منها، خلي بالك. انت عارف ان هي قعدت تلف على حسن لحد ما طلعها وجت تلف عليا بعدها. انا هقول لك على حاجه يا فتحي، وشوف بقى انت عايز تصدق ولا ما تصدقش. شوف والله العظيم وشرف يا فتحي وشرفي انا ما طلقتها. انت بتعملي فيا انا كده يا بنت؟ ده كذاب صدقني يا فتحي. طب هو لو مش مطلقني كان سكت ليه لغايه دلوقتي؟ ما جاش ليه وجلك؟ شفت بقى عشان تعرف انها كدابه؟ طب انا هقول له على التقيله بقى خلاص. انت عارف يا فتحي ان انا كنت هموتها قبل كده؟ عارف كنت هموتها ليه؟ عشان قفشتها في فيلة عصام بيه في وضع مخل بالشرف والاداب، ولو ما قلتيش الحقيقه هكمل واقول انا شفت ايه لحد الاخر. بعد عني بعد عني. يلا بقى ان الله غفور رحيم. بس دي عايزه اقطع رقبتها بصراحه يعني.